مشاهدي سبوت شوت، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وخاصه من برنامج وجهه نظر. ضيفي اليوم الدكتور طلال ابو غزاله، الرجل الغني عن التعريف، رجل الاعمال الفلسطيني، هو شخصيه عربيه وعالميه. اهلا وسهلا فيك دكتور. الله يسلمكم، شاكر على استضافتي. يعني رئيس مؤسسه طلال ابو غزاله الدوليه الغنيه على التعريف، يصر دائما على اطلاق لقب عليه هو عامل المعرفه او التلميذ، ما هذا التواضع؟ وصف حقيقي لمهنه المعرفه هي تقنية المعلومات والاتصالات. الآن المعرفة تعريفها ليس المعلومات العامة، الاطلاع على الصحف، الأخبار، الأغري، كله مهم، ولكن المعرفة بمفهومها الآن بثورة المعرفة هي الخبرة في تقنية المعلومات والاتصالات. الخبير بيل غيتس هو عامل معرفة، كل من يعمل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو عامل معرفة. لابد أنه أن نعرج على ما يجري حولنا، ما فينا ما نتطرق للي عم يصير بالفضاء، هذه الكائنات أو هذه الكائنات المجهولة اللي عم تغزو الفضاء واللي عم ينقال عنها بوسائل إعلام أنها كائنات فضائية. هل تؤمن بهذه النظرية أم أنها ربما تكون آلات سرية تجريبية تخوضها، أو هي ضمن حرب سرية بين أمريكا وأعداء أمريكا، روسيا والصين؟ يعني هون إحنا دائما بقول لك لا تدخل بنظرية المؤامرة، بس مش في نظرية، في حقائق المؤامرة. مش المؤامرة ليست نظرية، هي حقيقة. وأغلب برامج الدول وخطط الدول هي مؤامرات حقيقية. خلينا نذكر شكسبير من 200 سنة قال: كثيرا ما نخترع أدوات وتصبح تستعمل ضدنا. We often create instruments that are used against us. أمريكا بتقدمها التقني وتركيزها بالذات على تقنيات العسكرية والتجسسية، مش أقول تجسسية، المعرفية، يجب أن تدرك أنها عم تصنع شيء سيستعمل ضدها. الآن نحن أمام ظاهرة، وأنا بدي أنبه لأنه يمكن هذه فرصة بسبب السؤال المهم اللي تفضلت فيه، في شخص اسمه ألون ماسك. ألون ماسك ظاهرة جديدة، نص الناس بيقولوا عنه مجنون، ونص الناس بيقولوا عنه عاقل، ونص بيقولوا نص نص، وأنا من النص الثالث اللي بيقول نص مجنون ونص عاقل. ألون ماسك الآن أطلق في الفضاء 2500 قمر اصطناعي. الدول يدوب تعلن عندما تصدر قمر، له الآن 2500 قمر يغطوا الكرة الأرضية كاملة. فإذا لنرجع للسؤال، أسف على المقدمة، لنرجع إلى السؤال، مش هتعرف الآن إلى أن يظهر سبب لتعرف. كثير من الأحيان يحصل معرفة ولكن من المصلحة أن لا أعلن، لأني إذا أعلنت أمام قرار بدي أخذه. وهنا أيضا إذا كانت هذه مثلا روسية صينية، إذا كانت صينية معناته أمريكا لازم تأخذ موقف وتأخذ إجراء. قد تكون لا تريد أن تأخذ هذا الإجراء فتبقى متكتمة على الموضوع. ولكن في كل الأحوال، سواء كان حقيقة أم خيال، هنالك ظاهرة يجب أن يواجهها الإنسان. إذن هذه الفرضيات التي تقول أنها ربما تكون كائنات أو هذه الصحون الطائرة هي آتية من الفضاء، هي نظرية مستبعدة، هي يمكن يرجح أن تكون ضمن الصراع القائم بين الدول. 100%. أنت تتحدث عن صراع كبير. نعم. ووشيك، يمكن حرب وشيكة بين أمريكا. نعم. والصين. نعم، أنا أتمنى أن تحصل بكرة. تتمنى أن تحصل حرب؟ نعم. ولد حرب عالمية ثالثة. نعم، أنا أتمنى أن تحصل الحرب، لأن هذا العالم الذي نعيش فيه الآن لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر. نحن في عالم ليس فيه قيادة، كل التاريخ في دولة مهيمنة بما فيها أمريكا، كانت حتى قبل عقدين تحكم العالم، كنا مرتاحين لأنه حتى الظلم في المساواة هو عدل، المساواة في الظلم عدل، كانت تحكم العالم. الآن ليس هنالك قوة تقود العالم، في قوة تتصارع، وليس هنالك نظام عالمي يسري على الجميع.
انا بحبك بعطيك ميزات، انا بكرهك بفرض عليك عقوبات. وهذه ما يسمى عقوبات هو شيء خارج عن المنطق، لانه لا يحق لشخص ان يقرر عقوبات. بتقول اخذ اجراءات ضد فلان، بس مش عقوبات. عقوبات تفرضها اما الدولة بموجب نظام دولي او محكمة هي تحت نظام دولي ايضا. يعني مش واحد يقرر انه هو يعمل عقوبات، انا اقرر انه ممنوع تتعلم انت، هذا هاي عقوبات فردية. مثل للأسف ما يحدث في سوريا، مثل سوريا مثلا. وانا انتهزت هذه الفرصة، انا اشكرك على الاشارة لهذا الموضوع بغض النظر عن شو موقفك او موقفي او موقف العالم من سوريا. العلم هو حق من حقوق الانسان، في حقوق انسان، حق التعلم. كما أنا كنت في مؤتمر الآن حول التحول الرقمي، وأنا أفخر بأنني أدخلت في الأمم المتحدة مبدأ حق الإنسان في في الوصول إلى الإنترنت، access to internet as a human right. يجب لكل دولة في الدنيا أن تتيح لكل مواطن الحق أن يصل إلى الإنترنت. طيب الآن إحنا أمام ظاهرة، هي ظاهرة البراكين والزلازل، هذه الزلزال الضخم التاريخي الذي حصل، ولربما هو ما أكبر زلزال بالتاريخ، لسه ما انتهت نتائجه. هذا الزلزال فرصة لك يا أمريكا العظيمة، واللي كل يوم أنا الصبح بسجد وبركع وبدعي لها إنه الله يوفقها ويحميها. بس أنت تدعو إنه يصير في حرب بينه وبين الصين، هذا ربما سيقلب الكوكب رأسا على عقب. الحرب التي أنا أنادي أتمنى بأن تحصل هي للوصول إلى نظام عالمي جديد، فالهدف يبرر الوسيلة. أنا بدي عالم فيه نظام يحكم الجميع. الآن كل المنظمات لم تستطع الأمم المتحدة أن تنتقل قرار واحد منذ انتهت الهيمنة الأمريكية، وأصبحت روسيا تقول أنا ما بعترف بهيمنتك، والصين تقول لها لا أعترف بهيمنتك، وهكذا. فإذا نحن في عالم بدون نظام أو شرعة دولية. ماذا سينتج عن هذه الحرب المتوقعة؟ هذه الحرب هدفها واحد، وأنا أتكلم من موقع معرفة، مش بس يعني تحليل أو خيال أو إشاعات. أنا أعرف أن هناك عدة محاولات كانت من الطرفين ليجلسوا، واحدة من المحاولات أنا كنت فيها. طلبت منك الحكومة الصينية ربما أن تكون نعم. أنا بسيط. الصينيين أبدو، لا الأمريكيين أبدو رغبة بأن يجلسوا مع الصينيين لحل المشاكل. الصين قالت أنا على رأسي، بس أنا عارف قبل ما نوضع جدول الأعمال أننا لن نتفق حتى على الجدول الأعمال. هناك على الأقل 14 نقطة خلافية غير قابلة للنقاش. هل تقبل أمريكا أن أناقش موضوع الدولار كعملة دولية ويصير في عملة دولية بدل الدولار؟ الصين تسعى لذلك. الصين تسعى لذلك طبعا، والصين أقامت، وأنا بلغت يعني الجانب الأمريكي أن الصين الآن طبقت عملة رقمية، مش الكريبتو كرنسي والكلام الفاضي البيتكوين. هذا انا قلت انه هذيك فضيحه وكارثه. هجمت كثيرا على هذا التصريح. ما عندي مشكله، انا اقول الحقيقه، اقوله. العمله سيدي تعريفها ان تكون وراءها دوله لها اسم، مين مسؤول عنها؟ ثانيا ان يكون مدعومه ببنك مركزي يديرها ويشرف عليها. ثالثاً أن يكون وراء قوة اقتصادية. رابعاً أن يكون هنالك قانون ونظام يحكمها قضائي. كل هذا مش موجود. هي سميها لعبة قمار، سميها أسلوب للتجسس، سميها ما شئت. بس نرجع لموضوعنا. هنالك 14 موضوع خلافي، منهم العملة، منهم حوكمة الإنترنت، من يحكم الإنترنت. أنا كنت الآن في مؤتمر للإنترنت، وفيه تبين أن أمريكا هي المالك للإنترنت وهي الحاكم له. أنا زرت
في أمريكا بصفتي بالأمم المتحدة برئيس لإحدى المنظمات المتحدة زرت مقر الإنترنت في سان هوزي، كذا طابق تحت الأرض فيه السيرفرز التي مخزن عليها كل إيميل أرسل في الدنيا. طب هاي ثروة هائلة، يعني أنت سيطر على الإنترنت وهي فضل كبير. أشكر أمريكا كل يوم إن أعطتنا اختراع الإنترنت لنعيش فيه، ولكن هنالك خلاف على كيف تديرها. وأنا قلت هلأ في المؤتمر، مؤتمر اتحاد نقابة المحامين عن التحول الرقمي، قلت لن ينتهي الإرهاب في العالم إلا إذا وضع نظام لإدارة الإنترنت. طب أنا كشركة كمؤسسة إرهابية أستطيع أن أستقطب الإرهابيين على الإنترنت، أدير العمليات الإرهابية على الإنترنت، أنفذها من خلال الإنترنت. كيف؟ لأنك بالإنترنت أنت لا تعرف من هو اللي يرسل الرسالة، أنت عندك اسم طلال أبو غزالي مكتوب على الإيميل إنه هذا جاء من طلال أبو غزالي، بس مين قال إنه هو طلال أبو غزالي؟ بس ألا يعد هذا الأمر نوع من تقييد الحريات؟ معروف الإنترنت هو عالم واسع ويمكن لأي شخص حرية الوصول له ولما يريد فيه. لا، ما في حرية أبدا. أنا مثلا، إحنا من واحدة من 7 شركات في الدنيا اللي هي بتسجل أسماء المواقع وأسماء الإيميل. طيب بس أنا معلق في مكتبي صورة لكمبيوتر وفيها ديسك، فيها كيبورد، وقدام الكيبورد كلب عم بيرسل مسجز، كلب صورته ومكتوب عليها هل يعرف الطرف الآخر أنني كلب؟ لأن أنت لا تعرف لما واحد بيرسل لك إيميل من اسم طلال أبو غزالي إنه هو اسم طلال أبو غزالي ولا لا. أنا ممكن من حسابي أي شخص يعمل رسالة. فإحنا أمام عالم يحتاج إلى تنظيم. ربما هو سؤال مرعب، هل تعتقد أنه الحرب العالمية الثالثة قادمة لما حالة؟ 100% وتنتظر شرارة، يعني ممكن بغلطة يعني أن تقرر مثلا أمريكا أن ترسل نوع معين من الصواريخ إلى تايوان، فممكن أمريكا تقرر تضرب الباخرة أو الطائرة على طريقها إلى تايوان لأنها تعتبر تايوان جزء منها. ممكن أن يحصل أي شيء، كان في احتمال الأسبوع من أسبوعين أن يحصل هذا الكلام اللي هو انطلاق الحرب العسكرية. الحرب قائمة. إذن وشيكة هي ربما نحن أمام يعني في ظرف قد ايه، سنة أو شهور ربما؟ لا بسنة. أنا توقعي بنهاية هذا العام بنكون شاهدنا الحرب العالمية. هذا كلام خطير ربما. هذا الواقع. طب ما هي موجودة الآن. يعني أنت الآن في حرب عمليا بين الدول بالنتيجة قرارات المقاطعة والعقوبات وإلى آخره. يكفي شرارة واحدة أن تحصل، يعني مسكوا حالهم جماعة الصين الأسبوع الماضي لأنهم لم يردوا على إسقاط الدرون، البالون اللي كان في بالون وسقطته أمريكا. كان ممكن، ولكن أمريكا استعملت الصين عفوا استعملت أسلوبها بالصبر، عندها قدرة هائلة على الصبر لأنه دولة. أنا كنت في مؤتمر في الصين عن الملكية الفكرية وكان في اتفاقية جايبها أمريكا للمؤتمر للتوقيع، يسموها اتفاقية ثنائية للملكية الفكرية، وقعتها الصين. فكنت صدفة على العشاء باعتبارنا أكبر شركة في الملكية الفكرية في الدنيا جالس إلى جنب الوزير الصيني، وزير العلم والتكنولوجيا. قلت له يا أكيد صعب عليكم أن توقعوا هكذا اتفاقية تبدأ بعلى الصين وتنتهي بالتوقيع، هاي مش ثنائية لأنه ما في شروط على أمريكا، كل الشروط اللي فيها على الصين. قال لي أبدا مش صعب نهائيا، إحنا خلال 7000 سنة تاريخنا
تعلمنا انه نضل نهز، معروف الصينيين بضلوا يعملوا براسه هيك، نضل نهز براسنا الى ان ياتي اليوم ونرفع راسنا ويتوقف عن الهز ونقول لا. ماذا تعتقد ان الحرب الاوكرانيه الروسيه ستمتد؟ هي يعني هي من بدايه الحرب ما في شك، هي انا قلت من اول ما اطلق بدات الحرب، قلت هاي ليست حرب على اوكرانيا ولا على اوروبا ولا حرب محليه ولا اقليميه، هي بدايه الحرب العالميه. الدب الروسي ما موقعه من الاعراب؟ ربما يقول انا اريد ان استعيد دول الاتحاد السوفيتي الى مجدي والى مزبوط. الى حضني. ما هذا الكلام القديم. انا كنت بموسكو في احدى مؤتمرات وكنت القي كلمه في جامعة موسكو، يونيفرسيتي اوف موسكو، وكانت الكلام القيمة الرئيسية لبوتين، وبوتين قال الآن، هذا الكلام من 4 سنين، قال لقد انتهينا من استكمال ضبضبة الدول الروسية، الاتحاد الروسي، لذلك اسمه روسيان فيدريشن، بقي علينا الآن أن نهتم بجوارنا التاريخي، القرم وأوكرانيا، جوارنا. فأنا صار لي فرصة أن أتشرف بأن أسأله، قلت له شو المقصود بجوار؟ قال كل دول الاتحاد السوفيتي يجب أن تعود لنا، مش بس أوكرانيا. هو لا يتكلم عن أوكرانيا، هو يريد كل الدول اللي كانت تابعة لحلف الاتحاد السوفيتي، مش كاتحاد هالمرة، كروسيان فيدريشن، كان اسمها سوفييت يونيون، الآن احنا نتكلم عن الروسيان فيدريشن، ويعود له كل دول أوروبا الشرقية، يعني ما بترك لهم إلا دول أوروبا الغربية. نحن سنكون في المستقبل القريب أمام ثنائية قطبية وليست أحادية؟ هي 100% كلامك صحيح. أنا ما أتوقع أنها ستكون قيادة عالم رباعية، لأن كل واحد من الخصمين الرئيسيين، أنا في سنة 85 حضرت ندوة في واشنطن في الناشنال ساينس أكاديمي 85، عنوانه أين ستكون أمريكا عام 2020، بال 85 وين هنكون بال 2020؟ الخلاصة كانت في 2020 سنواجه تهديدا حقيقيا في قيادة العالم اسمه الصين، وهذا بدأ بالفعل. وأنا وقتها طلعت من المؤتمر ورحت فتحت مكتبنا في الصين، عرفت أن هنالك دولة مهمة صاعدة، وإحنا الآن عندنا 6 مكاتب في الصين مش واحد، وما في غيرنا منافس لنا أجنب يعني غير صيني. المهم اللي بدي أقوله أنا أن الصين، أن أمريكا تدرك وقال المؤتمر علينا أن نمنع حدوث ذلك، هذا من 85. الآن هذا الحقيقة عملت ما يسمى polarization، استقطاب في العالم. الاستقطاب كل دولة من التنتين الصين وأمريكا لها حليف تستعمله كما تريد ويستعملها كما يريد. بالنسبة للصين هو روسيا، وأنا سألت بواحدة المناسبات الصين أنتم موافقين على اللي بتعمله روسيا في المشروع الفلاني؟ قال لي لا احنا مش موافقين، احنا متفقين، احنا صرنا سوا الموقف. الشريك الحقيقي للصين في الدنيا كلها، الباقي كله أصدقاء بالمعنى الشعبي والحبي أو العاطفي، بس الشريك الحقيقي للصين في الدنيا كلها هو روسيا. والشريك الحقيقي لأمريكا؟ بريطانيا. كل من تسميه أصدقائنا وشركائنا هو كلام حلو، ولكن الشريك الحقيقي لأمريكا هو بريطانيا. إذن هي هذه الرباعية القطبية، الرباعية القطبية الصين أمريكا بريطانيا روسيا،
سيشكل مجلس إدارة العالم الجديد. كيف ترى مستقبل الدولار الأمريكي في ظل يمكن تغير وجه العالم وتغير أقطاب العالم؟ هذا سيقرر اللقاء الرباعي اللي عم بحكي عنه. هذول الأربعة يجب أن يجلسوا ليقرروا كل الأنظمة في الدنيا بما فيها نظام الدولار. وللعلم هنالك عملة جاهزة للإطلاق دوليا كبديل للدولار، وأمريكا بتعرف الكلام، عملة الصينية. الصين يستعمل الآن اليوان العملة الصينية رقميا في نفس الوقت مع العملة الورقية. يعني بتروح على الصين، إذا أنت صيني أو مقيم بالصين، تشتري وبتبيع بالورقية أو بالديجيتال وبنفس السعر. هذه عملية تجربة جربوها على مليار ونص بني آدم. يعني أنت لما تجربها على مليار ونص تعطيك نموذج عن العالم كله. أنت رجل مولع بكل شيء رقمي، تعتقد أننا في زمن ثورة المعرفة والذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. نتحدث هنا عن برنامج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، لابد أنك سمعت عنه. بيل جيتس بحد ذاته قال له نفس أهمية اختراع الإنترنت. هل تعتقد أنه كمان ربما كان لبينة أو حجر أساس في هذا رأي المحر؟ رأي بيل جيتس مش جديد. أنا بيل جيتس كنت معاه على ندوة، جالسين نحن في المنصة ونتحاور على مستقبل العالم الرقمي، وكانت قناعته إن بقية هذا القرن، مش العقد، 100 سنة سيحكمها الذكاء الاصطناعي، والذي هو أهم تحول في تاريخ البشرية، الذكاء الاصطناعي. ما في شك أنه يؤمن بهذا الكلام، وأنا بعرفه وتحاورنا فيه أنا وياه من أكثر من 20 سنة، هي 20 سنة 40 سنة. هو يؤمن بهذا الكلام من الثمانينات. هذا قناعة بيل جيتس وأنا موافق. وبنفس الوقت الذكاء الاصطناعي هو ظاهرة كثير مهمة وكالإنترنت، ولكنه تطور يستعمل الإنترنت. يعني هو ليس عالم منفصل. الذكاء الاصطناعي هو من خلال استعمال تقنيات المعلومات والاتصالات اللي بنسميها إنترنت للاختصار. شو الإنترنت؟ هي تقنيات المعلومات والاتصالات. هذا المحيط الذي نستعمله هو خارج عن سيطرة الإنسان، خارج عن سيطرة الدول كما أمريكا تريده، وبالتالي نحن أمام مستقبل فعلا ستحكم الإنترنت والارتيفيشال انتليجنس. ولكن بس نقطة أخيرة، ما بدي نظن إنه كل شيء عظيم في الدنيا. الذكاء الاصطناعي عظيم، سيمكننا من تحسين صحتنا حتى، لأنه من خلال اللعب في الجينات تستطيع أن تمنع المرض بدل أن تعالجه، تمنع حدوثه إلى آخره. ولكن هنالك فريق في بريطانيا من كامبريدج وأكسفورد يبحث كيف نمنع الروبوت، والروبوت هي أحد نتائج الارتيفيشال انتليجنس. الروبوت هو ذكاء اصطناعي، صح. أنت حطيت برنامج بهالجهاز اللي اسمه روبوت، واللي هو بيشغله بدون ما أنا أتدخل. ولكن الذكاء يطور ذكاء. الذكاء على هذا الروبوت سينتج عنه تطوير ذاتي لدرجة أنه نفقد السيطرة عليه، ويصبح العالم في خطر أن يحكمون روبوت. واسم الفريق كيف نمنع الروبوت من حكم العالم، لأن الذكاء الاصطناعي ذكاء، والذكاء الذكي بيطور حاله. يعني طبيعي إذا أنت ذكي، وأنت ذكي لأنك ذكي تستطيع أن تطور ذكائك. فأنت خلقت الروبوت، هو شيء ذكي، هو آلة أو منظر أو جسم أو شيء ميت جعلته ذكيا. الأسلحة، الخوف كتير كبير، أنت بتتباهى بأنك اخترعت سلاح ذكي، سمارت ويبنز، أوف، هذه بتصيب فقط اللي أنا بطلبه. هذا السلاح سيأتي لوم ليقرر أنه هو بفهم أكثر منك، ويستطيع أن يتجه إلى المكان الصحيح مش اللي أنت قلت له عليه.
انت لما بتوضع شو الذكاء في الجهاز او في السلاح، هو انك تحط فيه برنامج يشغله. طيب انا هذا البرنامج بكوني انا جهاز ذكي بطور قدراتي، بصير اقدر انا اقرر ما هو الصح مش انت. دكتور اسمح لي ان اقول ان نكبه 48 هي من صنع طلال ابو غزاله. كل النكبات انا نتاج افخر به اسمه نعمه المعاناه، وانا اشكرك على هذا السؤال اكثر من كل الاسئله، لانه ساصل معك الى نكبه يعيشها الشعب اللبناني. نعم. نكبه اقتصاديه واجتماعيه. نعم. لذلك اقول لكل من يعاني من نكبه، انت محظوظ، لان النكبات والمحن هي التي تصنع المستقبل. انا اعطيك واقول لابنائي للشباب والشابات، اذا صابتك مصيبه اشكر ربك، لاني انا نتاج المصائب. عندما اكون لاجئا في هذا البلد الحبيب لبنان ولا أملك فلسا في جيبي، قرشا أو ليرة، هذا حقيقة وحدث، وهذا حقيقي. أنا رحت أسجل في مدرسة هنا في بيروت، مدرسة المقاصد هون على بعد أقل من كيلو متر مدرسة المدرسة، وعبيت النموذج التسجيل مع المسجل، قال لي الرسوم، قلت له ما عندي رسوم، قال لي طب يعني في أنت حدا بيشتغل بالدنيا ببلاش؟ قلت له أنا بس أعطوني فرصة أتسجل وبطلب منحة. قال لي يعني بدي أعطيك منحة من دون ما تكون أثبت أنك تستحق منحة؟ قلت له، قال لي ضيعت وقتي، مزع ورائي ورماها. هاي نكبة كارثة لواحد يريد أن يتعلم. انتهى الموضوع؟ لا، رحت على بيت صاحب المدرسة اللي اسمه محمد سلام، عم الرئيس السابق تمام سلام الصديق العزيز، طرقت عليه الباب. المهم قصة طويلة، بالآخر قال لي تفضل. قال لي طب شو بدي أعمل لك؟ قلت له هيك كسر معي بالمدرسة، قلت له كفلني لفصل واحد، وإذا لم أكن الأول تردني. شو كلفك؟ ما بكلفك لا أساتذة إضافيين ولا غرف ولا شيء، أنا بهالصف قاعد كرسي، بكلفك كرسي بجيب معي كرسي. قال لي لهد متأكد انه هيك؟ قلت له ايه. هاتي ورقة يا ولد اكتب. كتب منحة مني شخصية لمدة فصل واحد، شرط ان يكون الاول. قلت له لا، شرط ان يكون الاول في كل مادة، في كل مادة والاول في المجموع. قال لي عم صعبها حالك. قلت له أنا بدي أصعبها. قال لي ليش؟ قلت له لأنه أنا في هذا التحدي هو اللي بيصنعني، ولأنني في شيء أقوى من الثقة. بتقول لي قال لي عندك ثقة بنفسك لهالدرجة؟ قلت له لا، في شيء أقوى من الثقة وهو الحاجة. الحاجة تصنع الإنسان إذا قرر. ممكن يقرر شو أعمل، ما قبلوني بالمدرسة وأقعد بالبيت، ما قبلوني شو بدي أعمل؟ لا، بدي أضلني أحارب لأن يقبلوا. تعتقد أنه ما في مبرر لأي لبناني اليوم لحتى يستسلم ويقول الواقع كان أكبر مني وكان أبداً أقوى مني؟ أبداً، ما في واقع أكبر منك. ما حدا واجه تحديات وهزائم وهزم أدي. وكل مرة كنت أقول أن الإنسان لا يفشل عندما يهزم، يفشل عندما يتوقف عن المحاولة. وأنت قررت الانتقام ربما من عدوك الذي سميته بك. نعم. العدو الإسرائيلي. نعم. وهذا كان سبب من أسباب نجاحك. نعم. وتألقك. وأنا هذا ما قلت، هو أنا كنت على الباخرة أنا ووالدي وعائلتي، وشفت الحزن في وجه والدي، قلت له بابا ليش حزنان؟ قال لي شو حزنان؟ ليش حزنان؟ مش شايف شو صار فينا؟ كنت من أكبر العائلات الثرية ربما. نعم. ضيافة. وقال لي فقدنا كل شيء، بدك يعني أكون مبسوط يا ابني؟ قلت له لا، مش بدي أكتم، بدي ننتقم من هالعدو. قال لي كيف؟ قلت له تركني أنا أنتقم على طريقتي. هل انتقمت؟ قال لي أنت، قلت له، قال لي كيف؟ قلت له بأن أتفوق على عدوي. كل إنسان حر بأن يسلك أسلوب وطني نضالي، أنا نضالي هو أن أتفوق. وكيف تفوق؟
شعورك بسيط يعني بداية تفوقي. في 2001 اجتمعت الأمم المتحدة، ما دمنا نتكلم عن التحول الرقمي، لتشكيل أول مجلس لوضع سياسة التحول الرقمي في العالم. من انتخب رئيس لها؟ أنا. كانت التي تديره أمريكا ربما. أمريكا والصين واليابان وكل دول العالم ممثلة، وكل الشركات الكبرى في التكنولوجيا ممثلة، ويأتي انتخاب هذا اللاجئ هذا ليصير رئيس لهذا الفريق، أول فريق في الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات. لأني أنا أول كورس أخذته بتكنولوجيا المعلومات كان سنة 65، ومن 65 لل 2001 وأنا أدرس ليل نهار التقنية. ما السبيل لمعالجة الأزمة اليوم في لبنان، هذه النكبة اسمح لي سميها كمان نكبة اقتصادية واجتماعية؟ كيف ننتقم من عدونا؟ بأن نكون أحسن منه، بأن نتفوق عليه. انتقامنا الحضاري يساوي انتقامنا النضالي. طول ما أنت شعب حي حضاري، وعندما انتخبت، بس أنهي لك بهالجملة، عندما انتخبت أنا رئيسا لفريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات الذي وضع سياسة العالم، طلبت الكلام، قال لي كوفي عنان هذا اجتماع تقني ما في خطب، مش من احنا مش مجلسة عمومية، نحن فريق خبراء، عندك شيء بدك تحكيه في الموضوع؟ قلت له لا بدي كلمة شكر بس. قال تفضل. قلت لهم سادتي أشكركم على انتخابكم لي رئيسا عليكم كل شركات التكنولوجيا والدول العظمى، رغم علمكم أنني لا أردني لاجئ فلسطيني عربي، شكرا لكم. كيف؟ يعني كل الجرائم اللي موجودة في الناس موجودة فيي، في الإرهاب، أنا فلسطيني، أنا لاجئ، أنا عربي، أنا اللي بتسموهم الإرهابيين. برأتم من العنصرية ربما بهذا الخطاب. نعم، قلت لهم أنتم بالضبط، ولكن بنفس الوقت أجبرتهم أن يصفقوا لرجل يتهم بهذا، صفقت القاعة كلها، لأني بدل أن أسبهم أقول لهم أنتوا كلاب وأنتوا كذا، قلت لهم أشكركم لأنكم أنتوا عظيمين لدرجة أنه انتخبتوا واحد مثلي بسيط لاجئ عاجز عربي رئيس عليكم. أطلقت عليك عدو الراحة لسبب واحد، ولأنك تعتبر الراحة جريمة. نعم. ماذا تعتقد أن الحل بالنسبة للبنان اليوم؟ هل بإلغاء العطل يمكن؟ نعم. أو العطل أو العمل ليل نهار؟ ماذا تنصح اللبنانيين؟ سميه مرض، أنا عندي مرض، أنا أقول الراحة مضرة للصحة، وأنا أقول أن العلاج للصحة هو العمل. أنا في معروف هذا موقفي، ويحاربني كثير من الشباب، أنت ما بدك ترتاح إحنا بدنا نرتاح. لم أجد لحد اليوم تعريف لشو الراحة. الراحة يعني تقعد تطلع بالسماء. طب ما أنا مبسوط إني قاعد معك، ربما على هذا الجهاز الذكي. هذا اختراع، حرام إني أقعد وأخترع تليفون ذكي. ولكن أنا بدي ألخص لك الموضوع بشاب أردني من عائلة محترمة اسمه عبد المجيد المجالي، كتب بيت شعر واحد يقول فيه: خطيبتي لم تعد تطيقني، وأصبح الحب بيننا استحالة، كأنني أنا العطلة وكأنها هي طلال أبو غزالة. أنت عدو الراحة. يعني قديش طلال أبو غزالة بكره العطل، خطيبتي صارت تكرهني. لخص فلسفتي بالعطل. دكتور طلال، نتمنى يوما ما، أو هذا حلم نستطيع أن نحلم، أن تكون رئيس جمهورية للبنان. ماذا أول شيء ربما كنت ستفعله لمعالجة أزمة مثل أزمة لبنان؟ أنا لا أنتظر لينتخب رئيس جمهورية. أنا اليوم قلت لنقابة المحامين في مؤتمرهم: ابدأوا الآن بثورة التحول الرقمي.
أنا في رئيس أحد الدول سألني لماذا دبي تفوقت وبدأت وطبقت أعلى مستويات التحول الرقمي بين الدول العربية؟ قلت له بسيط، لأن دبي قررت أن تنشئ بالموازاة مع الحكومة حكومة اسمها الحكومة الرقمية، الحكومة الإلكترونية. هي مش حكومة إدارة حكم ولا تنفيذ ولا صلاحيات، هي جعل فيها كل وزير له وزير لتحوله رقميا، يعني وزير الصحة في وزير في الحكومة الإلكترونية للصحة، هو وزير لكيف يحول وزارة الصحة لتصبح رقمية، وزير تعليم في وزير تعليم رقمي شغلته كيف يصبح التعليم رقميا. فمن هذه الحكومة الموازية التي هي حكومة صياغة التحول الرقمي وليس حكومة حكم، لا تحكم ولا عندها أي صلاحية إلا واحدة وهي أن تتحول رقمي. تنصح الشباب إذن في مقتبل العمر الذهاب لهذه هكذا اختصاصات؟ أنا طلبت من نقيب المحامين، قلت لأنكم لا تمثلوا لا حزب ولا طائفة ولا منطقة، أنتم كل المحامين، أنا أطلب منكم أنكم تتقدموا بمشروع للتحول الرقمي. هذا يبدو ضرب من الخيال، اسمح لي دكتور، في ظل انهيار قطاع التعليم في لبنان هنالك خوف من أن يصعد جيل قادم في لبنان جاهل. أنا أؤمن بأن كل ما عقلك يتخيله هو حقيقة. فكر بالدنيا كلها من يوم ما أي موضوع تختاره أنت كنت تتخيل إلا خيال إنه في طيارات بتطير بالهواء وزنها 200 طن ما واقفة بالهواء هيك صارت. كنت تتخيل إنه بيقدروا يركبوا أعضاء اصطناعية صارت. كل ما يخطر لك بدون استثناء ما يستطيع العقل أن يتخيله، نحكي عن الخيال، هو حقيقة تنتظر التطبيق. بس ألا يعد هذا الأمر خطيرا؟ هو انهيار قطاع التعليم في لبنان، هجرة المعلمين، خروج يمكن ربما جيل عشان هيك غير مهتم بالعلم. عشان هيك أنا بدل ما تقعد تنتظر إلى أن تحل المشكلة التي لن تحل بكرة ولا السنة الجاي، لأن التعليم انهار في لبنان. طيب شو بطلني أحكي لا تصير في حكومة ولا يصير رئيس، وتفتكر إذا صار في رئيس جمهورية تنحل مشاكل لبنان كلها؟ ولا شيء. في عندنا نفط، في عندنا نفط بالبحر، ألا يعد هذا أمل للبنانيين؟ ما فيش عندك نفط بالبحر، وأنا قلت قبل على الإعلام عدوك لن يسمح لك بأن تصبح دولة نفطية، وخذ كلامي. شركة توتال بدأت بالتنقيب. يا سيدي بدأت للتنقيب لصالح إسرائيل. ليس لن يسمح أي منطق في عائل أن إسرائيل تقبل بأنه لبنان يصبح دولة نفطية. إسرائيل مش ممكن تسمح لفلسطين تصير دولة نفطية، ما هي في نفط بفلسطين بقطاع غزة مظبوط. أخذوه هو هذا بصير بقول لك هذا منطقتي، انت حدودك هيها المياه البحريه، هاي مياهك البحريه، هذا بحر هذا بحر خارج حقوقك البحريه، وانا اللي بدي انا انظف فيه. لن يسمح هذا لن يسمح هذا العدو الذي لا يحترم الاتفاقيات ولم يحترم ما في تاريخه. طب وين اصله؟ ما اصله قيام دوله فلسطين اول بند فيها. وين دوله فلسطين؟ بأي موضوع خد أي موضوع في تاريخ الصهيونية، هذا العدو من طبيعته أن لا يلتزم بأي اتفاق. كنا عم نتكلم عن الحروب دكتور، منطقة الشرق الأوسط معروفة هي منطقة مشتعلة دائما ومنطقة تستقطب الصراعات، ماذا تتوقع لمنطقة الشرق الأوسط ولبنان تحديدا؟ لا، منطقة الشرق الأوسط مش مشتعلة، مشعلة. أنت مش مشتعل من ذاتك، أنت مفروض عليك. ما يعنيه عن لبنان، ما يعنيه لبنان هو كمان ايضا لبنان مشعل. كل لبنان. الدول العربيه انت مش مشتعل، انت فرض عليك ان تشتعل، وولعت مش انت مولع، ولعت عندما يوضع نظام لحكم لبنان مثل ما هو الان من قبل دول اجنبيه، هذا بريسكريبشن وصفه للاشتعال. يا سيدي طب في قانون بالدنيا ما بنص انه في حاله شغور المجلس رئيس الدوله منصب رئيس الدوله
ما في حل إلا أنه نستنى. ما في حل، ما فيش مدة محددة إنه بعد هذا التاريخ ينتخب بالأكثرية. يا سيدي ينتخب بدون أكثرية، ينتخب بأي شكل بدك إياه، أو بتشكل مجلس جماعي يدير الدولة، أو أي حل. ما بيجوز أن ينص الدستور على انتخاب رئيس ولا يحدد مدة للانتخاب في حالة صغور المنصب. طب ما هو مين صاغه هذا؟ صاغه اللي أسس لبنان اللي هو سايكس بيكو. مش ذنبك أنت اللبناني، ما نضل نلوم أنفسنا وننسى عدونا. أنت وكله لمصلحة إسرائيل ليبقى هذا البلد مشتعلا، لأنه لا يناسب إسرائيل أو ما يسمى إسرائيل اللي هو سلطة الاحتلال، لا يناسبها أن يكون لبنان مزدهرا. متى سيتوقف طلال أبو غزالي عن الحلم؟ من أتوقف؟ لن أتوقف عن الحلم أبدا، لأنني كما قلت لك كل حلم سيصبح حقيقة وهو ينتظر أن يصبح حقيقة. طب أنا لما كنت لاجئ وقلت لأبوي رح أنتقم لك، كنت أحلم مني أنا اللي كنت أدرس على لمبة الشارع، ما بيتي ما كان فيه كهرباء وأنا لاجئ، كنت أقعد على الرصيف تحت لمبة الشارع أدرس بالليل، أني يوم من الأيام رح أصير رئيس في 13 منصب في الأمم المتحدة بصفة الشخصية، مش ممثل سياسي ولا ممثل عن دولة. حلم ولكنه تحقق. والآن أنا بقول لك الحلم يتحقق ولن يتوقف طول ما أنت مقرر أنك لم تفشل. رسالتك إلى اللبنانيين اللي بعضهم يائسين من هذا الواقع، ماذا تقول لهم؟ أقول لهم يا أخي اللي منكم عانى وقاسى وتحمل ما تحملته خليني يجيني يتنازل يتصارع معي. لم ما في أحد كان يضطر أن يحط كتبه على جنب ويحمل صندوق الآيس كريم في بيروت، كان في مصنع اسمه مصنع إيفرست اللي مع الأسف انتهى، كان يبيع بوزة ستيك ويصنعها، يحمل صندوق البوزة على ظهره، صندوق الآيس كريم، ويدور بالشوارع يقول آيس كريم. وكانوا يشتروا مني الناس شفقة علي أكثر من ما بدهم يشتروا، لأنه هذا الشاب اللي عمره تين ايجر في طفولته حامل الصندوق وداير بالليل يبيع آيس كريم. أنا كنت أفيق الساعة 5 الصبح وأنزل على سوق الخضرة، كان موجود في العيزرية، ما عادش موجود الآن، في سوق الخضرة لنستقبل سيارات الخضار من المناطق واللي بتوزع على المشترين اللي هم الدكاكين. وكانت شغلتي أحسب الحسبة، أروح للبيت أغير ملابسي وأنزل على المدرسة الساعة 7 الصبح، أقعد في البيت أقول أنا مظلوم، أنا ما عندي فرصة أدرس، ما عندي فرصة أتعلم. لا، في ظل هذا الواقع دكتور أي مستقبل للبنان؟ أعظم مستقبل. شوف كان يقول ديغول، وأنا أؤمن بهذا الرجل وأحترمه، كان ديغول يقول المستقبل يقرر التاريخ والجغرافيا، وكان على طاولته دائما كتب التاريخ، وعلى خرائط حيطانه خرائط، الحيطان كلها خرائط العالم، والطاولة الكتب التاريخ. يقول إذا أردت أن تعرف المستقبل بدك تعرف التاريخ والجغرافيا. هذا شعب بالتاريخ وبالجغرافيا الله منعم عليه، ولا يستطيع حدا أن يحرمك من هذه النعمة. بيقدر يغير في أسلوب حياتك، يجوعك اللي هو وياه، بس بيقدرش يغير تاريخك وجغرافيتك. يبقى لبنان بقدرات شعبه العظيم موجود، جيناتك هي جينات الفينيقيين، جيناتك هي نفسها التي خلقت العلوم واخترعت العملة. طبيعي ان الناس ستحقد عليك مثل ما بيحقدوا علي ويحاربوني، وانا كل ما حربت كل ما ازددت قوة،
وكل ما أنا قلت أشكرك يا ربي إنه أعدائي كتار، لأنه بخلوني أضلني قوي وصامت ولا أرتاح. راحتي هي في أن أنجح في التحدي وأن أستمر في التعب، هاي راحتي. الدكتور طلال أبو غزالة، الحديث لا يمال طبعا، أتمنى أن يطول الوقت أكثر. بتشكرك على هذا الوقت اللي عطيتنا إياه. أنا شاكر، أنا ارتحت كثير في لقائك وفي أسلوبك في الحوار، وأنا فخور بأن أكون معك. يخلينا إياك، شكرا لك. مشاهدي سبوت شوت، هيك بنكون وصلنا لختام هذه الحلقة. بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.